المشكل هذا جارك هو اللي شاد في حقك. هذا السيد نور الدين هو اللي شاد في حقي، هو الجيران ديال الدار كاملين شادوا في الحق ديالي بانني ما ضربتش، وانا فعلا ما ضربت حتى شي واحد وما ما قلبت حتى شي واحد. وليت غادي بشهر ونص ديال الحبس على والو على والو. انا ما عرفتش هاد الناس كيف ما كدوا معاهم، تيقولوا لك حنا عندنا النفوذ ديالنا، حنا عندنا هادي، حنا عندنا هاد. انا كناشد السلحم حموشي بهذا الموضوع هذا، بغيت نعرف هاد الناس بمن بمن كيتعناو. ديما كدوي معاهم واحد جوج ثلاثه تيقول حنا غنديروا، حنا غنفعلوا، حنا غنتركوا. وانت مشيتيني وانا مشيت شهر بالباطل الحبس بالباطل. انا 43 عام في عمري، ما عمري دوزت النهار ديال الكوميساريه. في الاخر دوزت، خليت ولادي، خليت محالي مسدود، كل شيء شغلي مسدود، كل شيء واقف. بغيت نعرف هاد الناس بمن كيتعناو. هاد السيد شهد في الحق ديالي، انا ما ضربت حتى شي واحد. قالوا لي بانك ضربت شي مره في عمرها 74 عام، واش انا يعقل غادي نضرب مراه عندها 74 عام كندير لها الضربه؟ انا ما فهمتش. هاد السيد شاد في الحق ديالي بانني ما ضربت حتى شي واحد، بانني ما كنتش. هما الجيران ديالنا دابا داروا لهاد السيد، دابا داروا ليه هو وداروا لولادو حشومه. بغينا نعرفوا هاد الناس بمن كيتعناو. انا كنطالب السي حموشي بهاد من هاد المنبر بان هاد السيد راه ما معدين عليه بزاف، وهاد الناس طغات، وكنتمنوا من الله يكون حد هادشي. حنا جيران مع جيران مع هذاك اللي مشى للحبس، ومع السيد اللي كيتعنى بالسلطه وكيتعنى بالنفوذ ديالو. المهم كانت واحد النضاربه بيناتهم. السيد عنده معاه شي حساب، ما بغاوش يبقى في الدرب حتى هو. هذا جابو مو عند 76 عام، كيف ديك 76 عام جاب مو عند 76 عام. 76 عام يعني مرة عند 76 عام حشومه. انا باقا مشيت عند القصر الحكامه واتهم واحد بالزور، مشى اتهمته بالزور، سقطو شهر ونص ديال الحبس. وعندو جوج بنيات، عندو محل تجاري خلاه سدو. تصوري واحد عندو محل تجاري هو ملي كترزق له شهر ونص وهو مسدود، تقدر يعيل ديك الاسره ديالو. حتى جيتو صورتو مشكورين، بقيت متبعين معنا حتى خرج. راه كنشكركم على المبادره اللي درتو. المهم مني انا دابا درنا شكايات فيها دفعنا الوكيل فيها بزاف الناس، ولكن في الغناء في المحكمه نكونوا حقا حنا جوج. مشينا حنا جوج باش نشهدو. مني شهدت انايا جا عندي شهدتي بالحق، شهدنا بالحق لان شهدنا داك السيد ما ضربش. المشكله راه جينا هنا تكي الدار على الدار، ما يمكنش غنشهد زور على واحد دار ومتكي على داري. مني شهدنا جا عندي قال لي كتقلب على العداوه معنا ما تشهدش. قلت له انا شوف انا قدام الله هذا راه كلمه حق. السيد ما دير والو، كان دير شي حاجه غنبعد الله. السيد ما دير والو، غنبقى في معاه اخر لحظه. وبالفعل بقى في معاه تخرج. مني خرج السيد ولا اشدت العداوه ديال بصح، بداو كي التهديد اللفظي، وصلت للتهديد الجسدي مع ولدهم اللي كان في الحبس. تلقى عليا على بعد واحد 800 متر من المحل ديالي هنايا، وغايب غيعنفني. جا الله الناس دخلوا هذا، مشيت وضعت شكايه عند الدائره ديال رياض ولفه. داروا لي غنوا غادي نستدعي، واستدعى وراه باقي ما عيطوش ليا. دازت المده، شافوا انني مشيت باجراءات قانونيه. انا ولد القانون، انا شرطي سابق كنمشي في داكشي ديال القانون. ملي شافوني غادي قانوني بعدو مني انا، ودازو مرتي وبنتي. بداو كيعايروا فيهم وسبوا فيهم كلام نبي. والبارح وصلت انهم بغاو يتهبوا يهجموا عليهم، الاب وولده جاو خرجوا لمرتي. وهذا وصلت انهم كيقول لهم والله تندبحك. قول لمرتي والله تندبحك، وباهم تيقول لهم غنكري عليك الناس في البركه، حي البركه اللي بعيده عندنا هنا شويه فيها. لا غنكري عليك الناس في حي البركه يخسروا لك وجهك. انا وليت خايف على وليداتي دابا، حيت انا في الدنيا عندي غير ولادي. وليت خايف على ولادي، وكناشد الناس ديال الامن، رئيس المنطقه الامنيه ديال الحي الحسني، انا فتحت تحقيق في الموضوع. لان هذا السيد يقول لك انا عنديش، انا في يدي كل شيء، انا اي حاجه نديرها معاكم سيعطيك الحبس، وما تصور مني والو. انا عندي النفوذ ديالي، عندي بغينا نعرفوا، وانا نتحمل مسؤوليتي. اذا كان هذا الشيء كذوب نتحمل مسؤوليتي. هذا السيد يدخلوا للدرب ويسولوا شحال من واحد وصل معاه الكوميساريه. هذا السيد طاغي اكثر من القياس وكيتعنى بشي حد، بغينا نعرفوا هذا الحد. حنا في دولة الحق والقانون. قانون هو يعني خصو يحميني انا ويحميني هو. يشوف لنا تحقيق في الموضوع. هذا السيد بمن كيتعلم، لان انا وليت كنخاف على وليداتي دابا.
انا عندي بنتي عندها 16 عام، عندي ولدي عنده 20 عام، نقدر اي لحظه يدير لهم شي حاجه. درتو شكايه ثانيه؟ درنا شكايه ثانيه، درنا مونسيون البارح في الدار الحمراء، وجهونا غدا باش نمشيو للدائره ديال رياض الوفا. ان شاء الله غدا غادي نمشيو للدائره ديال رياض الوفا وغنتبع هذه المسطره قانونيا حتى ناخذ حقي ان شاء الله، لان بزاف هذا السيد بزاف. واش المدام عندي وبنتي فيما غادي يتبعوه بالمعيور ويردوه بالمعيور الدار؟ هادشي راه بزاف. واش اللي قالت حجاج الحق فهاد البلاد دار مع هادشي؟ سيد ظلمتو، كون ما ظلمتوش ما غاديش نتدخل انا. انا مانيش خاطر انا نشوف واحد مظلوم في الحبس فابور. ان حشومه دوز شهر ونص ما دير حتى حاجه، دوزها في الحبس تقدر ترجع ليا حتى انا. حنا ساعدنا ان داك السيد خرج برا، حنا بسببنا حنا داك السيد حتى السيد خرج. هما ما تسرطاش اليوم اننا حنا نمشيو نشهدوا، قال لنا خلينا منا ليه، حنا باغي نسيفطوا للحبس، باغي نسيفطوا للحبس شي حاجه. لا الا دار لك شي حاجه السيد ما دار لكم والو، وباقي كنأكدوها دور الدرب كامل. ها هما الامضاءات ديال الدرب كامل، تصوري جيرانه لاصقين عليه. ها هما الشكايه ديالنا، ها هما هادو وجهناها للسيد الوكيل المالي، باقي كنتسناو. ها هي الشكايه ديال الوكيل المالي، باقي كنتسناو. هاد السيد كيتعنى بشي حد، حنا بغينا نعرفوا هاد الحد شكون هو. هذه دولة الحق والقانون، فيها ناس نزهاء في القانون، ومن غياخذونا حقنا ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على المجيء ديالكم للمرة الثانية.